أمير المؤمنين عليه السلام يقول: في تصاريف الأحوال تعرف جواهر الرجال. أي التغييرات، الأحوال، مو الأحوال الجوية، الأحداث السياسية الاجتماعية الاقتصادية الأمنية العسكرية، هاي الدنيا حتى تعرف جواهر الرجال. المقصود الرجال مو الرجال، يعني الإنسان، الرجال هنا بمعنى الإنسان. أيضا أمير المؤمنين يقول: عند تعاقب الشدائد تظهر فضائل الإنسان. الشدائد تتعاقب ما تخلص. أخاف واحد يريد يقول كافي إلهي بعد أرتاح، هذه كلمة ما حد يصرفها بأي بنك، ما حد يصرف هذا الصك بأي بنك، ماكو واحد يرتاح بالدنيا، ما ممكن، هذا تصور خاطئ. عند تعاقب الشدائد تستمر الزهراء إلى آخر لحظة، هي الشدائد والامتحانات. نعم، الجوهر الثمين يخرج من أمثال المعصومين ومن تبعهم، الأمثل فالأمثل.